السلام عليكم ورحمة الله خوتي وخواتاتي في حلقة جديدة. كنتمنى هذه الحلقة تلقاكم بأفضل صحة وحال. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلقة عن قصة شفاء رجل كبير في السن بهذه الوصفة وهذا الاعتراف على لسان ابنته صاحبة قناة وصفات ونصائح سفيرة اللي كانت كتبت لي تعليق في القناة وكانت طلبات مني أنني ندخل أنا والمتتبعين اللي معايا باش نشوفوا هاد الفيديو ديالها. وبطبيعة الحال غادي نخلي لكم الفيديو باش تشوفوا وصفة، غادي نحطوا مقطع من الفيديو ديالها باش تشوفوا وصفة اللي الأم ديالها حضراتها الأب ديالها، وهاد الوصفة اللي تعالج عليها الأب ديالها واللي تبعها لمدة 40 يوم. وصفة هائلة ورائعة جدا، غادي تعجبكم بزاف، والدليل بأنها تعالج هو الشفاء ديالو. وهاد الوصفة باش ما نكذبش عليكم ماشي اول مره تنسمع بهذه الوصفه هذه، وانما سمعت بهذه الوصفه قرابه عام، يعني من هذه عام تسنط لهذه الوصفه. وكانت اتصلت بيا الصديقه ديالي اللي جداتها كانت تسكن بوسكوره، وهي عودت لها على رحله شفاء ديال جارتها اللي كانت مرتبطه بها بزاف، وحضرات لها فاش كانت مرضات بسرطان الثدي، وكانت درت هاد الوصفه. والوصفه باش ما تبقاوش تقولوا شنو هي هاد الحاجه، مريوت العشبه ديال التمريوت، او اللي عندنا في المناطق ديال المغرب كاين اللي كيسميها امراوت وكاين اللي كيسميها امريو، واللي هي عشبه معروفه منذ القدم وتداووا بها الناس منذ القدم على بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الامراض خبيثه والمستعصيه، نزلات البرد، لا سينوزيت، كحبه، يعني كانت كتستعمل في عده وصفات، وخصوصا النساء كانوا كيستعملوها بزاف بكري كيف ما ذكرت لي جده ديالي، وكانوا كيطيبوا بها كاع، كانوا كيعجنوها مع الخبز، كيقطعوها هكاك غليظه وكيعجنوها مع الخبز وتياكلوها، وكانوا صحاح الحمد لله. هاد الوصفه غادي تشرحها لكم الاخت، غادي نحط مقطع من الفيديو باش ما نطولش عليكم اللي فيه الشرح ديال الوصفة كيفاش كدار. غادي نشجعكم باش تمشيو تاخدوها دابا حيت متوفرة بزاف، ماشي بحال الايام الصيف راه ما تتبقاش موجودة، كتولي كارمة كتكون في الخلا ولا يعني تتكون ناشفة بزاف. لذا من الافضل لكن كنتو كتخرجوا كديروا لا مارش ولا شي حاجة كتمشاو كل يوم، الواحد يطلع للجهة ديال الغابة او في الخلا راها موجوده بكثره، ودائما باش كتعرفوا اللي مزيانه من الخايبه يكونوا الورق ديالها خضرين، كيبانوا لك الورق ديالها خضرين وكيكونوا كبار، وما تكونش ومن الافضل تاخدوها عاليه شويه ماشي اللي كتكون قريبه بزاف، حيت حاشاكم كيكونوا الكلاب كي يتساروا تما يقدروا يبولوا عليها حاشاكم. لذا تاخدوها اللي شويه عاليه وكتكون في شويه بعيده، ما تكونش في الجناب ديال الطريق، تكون في الوسط، وتكون كيف ما قلت لكم الاوراق ديالها خضراء ويبانوا لكم ما فيهمش شي شوائب، وما يكونش فيها شويه ديال اللون مختلف، لا كان فيها شويه ديال الموف بعدو على تقدر تكون سامه. بالنسبه للمريوت كيف ما قلت لكم كتعالج بزاف الاشياء منها امراض جلديه، وانا نفعتني هاد الايام فاش كنت قلت لكم صباعي مرضت، انا درت هاد صباعي كنت كنديرها على شكل منقوع ملي كنطبخها مزيان في الليل وكنخشي فيها ايدي. باش ما يطوالش الفيديو، ولا بغيتو تعرفوا الوصفات ديال نزلات البرد ولا سينوزيت حيت مع بالتجريب، حيت الام ديالي كتعاني من السينوزيت ودائما في البرد كديرها، غادي نشرح لكم الطريقه ديال الام ديالي والطريقه اللي كنديروا باش تبري لينا اليدين الا كانت شي بروده ولا صيبانه ولا شي حاجه بحال هكا ان شاء الله. وحاجه اخرى دائما كنبغي نركز عليها، غادي تسمعوها من الاخت كانت قالتها في الفيديو اللي هي جميله جدا، لما كانش عندك يقين في الله وما كانتش النفسيه عاليه وما كانتيش قوي والايمان ديالك قوي راه حتى شي حاجه ما غاديه تنفع معاك. لذا دائما العامل النفسي والعامل الديني راه تيعمل واحد الفرق كبير في النسبه ديال العلاج، وبطبيعه الحال دائما التغذيه الصحيه، وزائد انه دائما ما نربطوش المرض بالموت، لان المرض حاجه
هذا ابتلاء، والموت كيكون اجل، يعني كل واحد غادي يعيش الاجل اللي مكتاب ليه. مهم خصنا نديرو اللي علينا ونعيشو بحال غادي نعيشو خالدين فيها، ونفكروا في الاعمال ديالنا بحال غادي نموتوا غدا. هذا هو اللي غادي نقول لكم، ونخليكم مع الفيديو ديال الاخت باش تشوفوا الطريقه ديال الوصفه وشحال ديال الوقت خاصها تاخذ. والاخت راه كانت ذكرات ليا الوصفه كيف ما قلت لكم، كانت عفوا كتبات لي تعليق وقالت لي دخلي عندي وشوفي الوصفه المعجزه اللي تشافى بها الاب ديالي. باش ما ننساش، الاب ديالها راه عنده سرطان في المرحله الثالثه جد متقدمه، والاب ديالها راه قام بالفحوصات ودار العمليه، السبب ديال الشفاء ديالو بقدره الله كان بهذه الوصفه هذه اللي تبعها مده 40 يوم اللي حضرتها ليه الزوجه ديالو. نخليكم تشوفوا الفيديو باش ما نطولش عليكم، ونتلاقاو في الاخير. بالنسبه للوصفه البنات، المكونات بالنسبه للتمر خاصو يكون التمر المعجون. انا ما عنديش التمر معجون، يعني حتى الناس اللي ما عندهمش تمر معجون ممكن يختفيوا بهذا، يفوروه يعني يحيدوا ليه العلف، راه الطريقه واضحه. وندوزو للمكون الثاني اللي هو مريوت. وهذه البنات عشبه مريوه او لا امروت او لا مريوت، كل منطقه وشنو كتسميها. المهم راها معروفه وغنيه عن التعريف، مؤخرا تعرفت على انها علاج للسرطان، وهي من القديم وهي كيعرفوا الناس على انها علاج للسرطان ولجميع الميكروبات اللي ممكن تصيب الجسم. فانا اليوم جبت لكم الطريقه اللي دارت الوالده للوالد الحمد لله وتعالج وجاب نتيجه، فخليكم معايا تشوفوا الطريقه مبسطه وبالتدقيق وبالتفصيل، تابعوا معايا. معكم البنات ركزوا معايا على الطريقه. بالنسبه للتمر قلت لكم يكون معجون، وهذا مريوت ملي كتغسل مزيان وكتخويو عليها الماء دافي باش تطلق، هذا الا كانت يابسه، الا كانت خضراء ماشي مشكل، هكاك تغسلوها مزيان وكتفوروها في الكسكاس، يعني بحال كتفوروا سكسو كديروا البرمه فيها الماء، ومن الفوق كتحطوا هاد المريوت في الكسكاس. ماشي البنات، انا هنا جبت الكسكاس وحطيت فيه مريوت غير باش تعرفوا، يعني اللي يكونوا متابعيني اخوات ما عارفينش شنو هو الكسكاس. هذا هو الكسكاس والبرمه كتكون فيها الماء. كتوضعوا مريوت كيف ما قلت لكم البنات، انا راه ما غسلتها ما حتى شي حاجه لان ما محتاجاش للوصفه، انا فقط بغيت نبارطاجي معكم المعلومه كما هي، والطريقه اللي دارت الوالده ديالي الحمد لله الاب ديالي وتشافى باذن الله. بالنسبه للمريوت كي قلت لكم كتغسلوها مزيان من الغبره ديالها وكتخويو عليها الماء طايب غير كتطلق، هي تحسوا بها رطابت ماشي تطلق يعني في الماء، ما تكون ما تطلقش المفعول ديالها في الماء، غير كتغسلوها بالماء طايب باش ترطاب. الا عندكم الخضره كما قلت لكم اللي باقا خضره احسن، ولكن حاليا راه ما تلقاوهاش لان ما كاينش وقت الربيع. المهم بالنسبه لهاد مريوت هكا كتغسلوها وكتخويو عليها الماء سخون باش تطلق غير باش ترطاب، وكتردوها في الكسكاس، كدهنوها بشويه الزيت البلديه وكديروها في الكسكاس. ركزوا معايا البنات الله يستر عليكم، كدهنوها بشويه الزيت البلديه يعني زيت الزيتون، وكديروها في الكسكاس وكديروها في البرمه تفور، يعني البرمه كيكون فيها الماء طايب كتفور. من بعد كتحطوها وكتعاودوا تدهنوها بالزيت البلديه وكتردوها فوق البرمه تفور المره الثانيه، يعني البنات العمليه كتعاودوها 7 ديال المرات، 7 المرات كتفوروا هاد المريوت، وكل تفويره كتدهنوها بالزيت البلديه وكتعاودوا تفوروها 7 ديال المرات. ملي كتكملوا دوك 7 المرات كتاخذوا التمر معجون كما قلت لكم، من بعد كتاخذوا التمر المعجون. انا هنا كما قلت لكم ما عنديش التمر معجون، عندي هذا. اللي ما لقاتش التمر معجون ممكن تفور التمر العادي، تفوره وتحتفظ به حتى كتفور المريوت، ما تفوروش مع مريوت، يعني ما تفوروش التمر مع مريوت. مريوت كتفور 7 المرات بوحدها وكتاخذوا المعجون ديال التمر، يعني التمر معجون وكتخلطوه مع مريوت، كتخلطوهم مزيان تمعصوهم مزيان، ومن بعد البنات غادي تبداو العمليه المهمه جدا. ومن بعد ما كتمعصوهم مزيان البنات مريوت مع التمر، كتخلطوهم مزيان كديروهم على شكل كويرات صغار كيف ما كتشوفوا صغيورين، يعني قد الحمصه صغار بزاف، كديروهم
يعني قد الحمصة كديروا 40 حبة، 40 حبة البنات، ما تزيدوا عليها ما تنقصوا، بحال هذا الشكل يعني كويرات صغيرين بزاف، لان كيف ما قلت لكم اعشاب كتبغي تستعمل بالطريقه الصحيحه، ما تزيد عليها ما تنقص عليها، لانها الا زادت عن الحد ديالها ممكن انها تضر بك. فكيف ما قلت لكم عدسات حمصات قد الحمصات صغيرين بحال هكذا، كتستعملوا 40 حبه وكتوضعوها في الثلاجة، في شي بواطه في الثلاجة، وكل صباح كتاخذوا حبه في الصباح بكري، كل صباح كتاخذوا حبه لمده 40 يوم. هذه هي الطريقه اللي دار الاب ديالي، والحمد لله مده 40 يوم تعطات النتيجه وخرج السكانير والتحاليل بخير وعلى خير، وانتصر على السرطان. نتمنى ان شاء الله تكونوا حتى نتوما بحاله، وتبعوا الوصفه كيف ما شرحتها لكم، وتبارطاجيوها مع الناس اللي مرات حتى هما يطبقوها، راه اقسم بالله الى عطات النتيجه، وعلى تقليدي كيف تيقولوا نزا على رقبتي الى يوم الدين، لان شي حاجه اللي اقسم بالله شفتها بعيني وعطات النتيجه. ونتمنى ان شاء الله يا رب تعطيكم كاملين النتيجه وتفرحوا بالنتيجه ديال يعني السكانر ديالكم والتحاليل ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، لا عندكم اي استفسار او بغيتوا كيف ما ذكرت لكم اننا نوضعوا حلقه اخرى على مريوت والطريقه اللي كان ديال التطبيب ديالها اللي كنستعملوها احنا في المنزل منذ صغري، ما عليكم غير تخليوا لي التعاليق ديالكم، وان شاء الله نديروا فيديو جديد ونتكلم لكم عليها على حسب الناس اللي عندهم مرض ديال لاسينوزيت او نزلات البرد. وايضا بالصدفه اليوم استمعت لواحد الفيديو ديال واحد الاخ شاركته معه واحد السيده بان مريوت شافت اشخاص من مرض سرطان الدماغ، ويمكن ليا نذكر لكم الطريقه كيفاش، ونخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال هذا السيد باش حتى هو تدخلوا وتاكدوا من صحه المعلومه ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الناس اللي مازال ما تابوناش في القناه تابوناو دابا، ديروا جيم لا فيديو فضلا لا امرا، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد اعمال ديالي، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم اللي كتخليني نستمر. وشكرا على التعاليق ديالكم بزاف وعلى الدعاء ديالكم ليا، والى اللقاء مع حلقات جديده ان شاء الله.